المفروض حاجة اسمها مستحيل. بالاجتهاد والمثابرة والتعب نقدر نعمل أي حاجة حتى لو كانت صعبة. أنا هبة عاطف علي أسعد، طالبة في بكالوريوس إعلام بجامعة AOU قسم إذاعة وتلفزيون، وأنا عندي 23 سنة ومذيعة مسرح السم وأول مذيعة طيران من فئة تاون سنتروم. عملت كل ما يتعلق بال ايه بالمتيفة قلت الأسدات جبت لهم الشاي والنسكافيه والقهوة والأكل والعصاير والنسكافيه والحلويات والمكلات. الفكرة أصلا جميلة جدا، والفكرة كانت من الأمم المتحدة، وبذكر شركة بتر للطيران على اليونيفورم الرائع ده. الرحلة بتاعتي ما كانش في مشاكل خالص، انا كنت خايفة لاني انا عالمية واجهت جمهور كبير فمتعودة. انا غيرت نظرة المجتمع، دخلت من المدرسة بدون تمك والكلمة بتاعتي بدون تمك، يعني منهج خاصة ما كانت فيه، يعني امتحنت زي طلبة عاديين. في الأمم المتخطة من بعد التكريم أنا بطلع هو دي برضو، بس دمرت حس أنا متخبط حلم التنمية والفي حتة بتاعتي. طيب يعني ما فيش حاجة اسمها مستحيل، بالاجتهاد والمثابرة والتعب نقدر نعمل أي حاجة حتى لو كانت صعبة.